سوق القيصرية، قصة معاناة تأبى أن تنتهي. بدأت بحريق في 26 من نوفمبر 2018 تلتها عملية تأهيل تركية استمرت أكثر من سنة ونصف السنة، وأصحاب 365 محلا والتي تعيل الواحدة منها ثلاث عوائل على الأقل يعدون الأيام لإعادة فتح سوقهم، فمنعتهم الجائحة ومنعوا اليوم أيضا. فوجئنا بجماعة من 10 أشخاص يريدون أن يأخذون كل المحلات أو يبتزون يأخذون 40 ورقة من عندنا. فلهذا السبب احنا تجمعنا نطالب السيد رئيس الوزراء بتدخل شخصي لحل هذه المشكله، حتى ما يصير المشكله بكركوك بصراحه. غير احنا مدينه امنه، ليش يسوون بلبله بكركوك؟ احنا اصحاب المحلات، احترق كل شيء، ما ظلنا شيء. فوق هذا رضينا بكل شيء، هسه يجون جماعه ياخذوا محلاتنا، وكل محل واحد 25 30 سنه قاعد به. اصحاب المحال لم يتركوا بابا الا وطرقوه، فما يحدث يعد ابتزازا للمعنى الدارج. والحكومة التي لم تعوض المتضررين ماضية بإجراء مزاد لسوق القيصرية. أول بارحة جينا ندفع إيجارات مال 2020 اعتبار من 1/8، فوجينا يعني تفاجأنا شفنا جماعة 8/9 جايين يزودون علينا، يقولون كل السوق احنا ناخذه. يابا شنو انتو؟ ما عليكم، روحوا للآثار، احنا بأمر الشيخ جايين. كلهم شايلين فلوس بديهم مطابين على آثار، يريدون يزودون. هنا صار لنا 30 سنة هنا، ما حد ما اجى قال على عينكم حاجب. انه اجوا جماعة تعال زود، والله لو 40 ورقة ننطي شو اسمه تنطونا كل محل، ها؟ لو هنا ننطيكم وانتم تسحبوا. للشرقية نيوز أتلا الأغا كركوك.